لكن تعالوا نعيش ونقرب أكتر من خشونة المفاصل ونفهمها ونفهم هذه المنطقة، يعني الحقيقة المهملة في حياتنا اللي بنصل فيها إلى مشكلة كبيرة ويمكن نتأخر كتير في علاجها. النهاردة حوار ممتع أكيد مع قيمة علمية، قيمة جراحية كبيرة، وبيسعدني دايماً وجوده معنا لأنه بيسرينا بغزير علم وبتفاصيل قد تكون غير واضحة في عقل الكثيرين. النهاردة لقاء مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الجراحية الكبيرة الأستاذ الدكتور رضا الهميمي، استشاري جراحات العظام وعظام الأطفال والرباط الصليبي، استشاري مناظير الركبة، وصاحب زمالة كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وزمالة كلية الجراحين الملكية بإيرلندا. طبعا الاسم الكبير، أهلا بك دكتور. الله يخليك، وحشني جدا والله. الله يكرمك. عايز أبدأ الأول بتعريف خشونة الركبة، لأن الناس كتير تيجي تقول لك أنا عندي خشونة في الركبة، وهي ممكن ما تكونش عندها بالزبط. أو عندها ومنكر. بالظبط بالظبط. هو اللفظ العلمي، الترجمة الحرفية العلمية، هو التهاب عظمي غضروفي. زي ما حضرتك تكرمت كده وجبت فيديو بيوضح ان نهايه اي عظمه في الدنيا في غضروف مقاسي العظمه بتاعها. فلما بيحصل تاكل في الغضروف دوت بيصاحب بعديه تاكل في العظام، فهو اسمه تاكل عظمي غضروفي. ان انا عندي المفصل ده زي اي مفصل باب شباك، حصل ان هو بقى المفصل خشن، بقى المفصل ما بقاش بالنعومه والانسيابيه المطلوبه. خلاف بقى انا حرك ان انا عندي البون اللي تحت الكارتج ده او العظم اللي تحت الريش دي او الكارتج بيكون فيه النيرف سبلاي او الاحساس عالي جدا، فبالتالي بمجرد تعريه الكارتج ده بيحصل الام مفزعه تصل الى ان العيان ده ممكن ما ينامش، انه يصحى يوميا من النوم على الام مفزعه، وان يضطر يستخدم مسكنات يوميه. وما ادراك من المسكنات بقى، ان احنا بنخش في الفشل الكلوي لا قدر الله، او قرحة المعدة، أو كلاهما. ما بهتمش أو بقرحة المعدة، قرحة المعدة لو عيان وجعه وبطنه هيبطل علاج، لكن فشل الكلى اللي فجأة الكلية فجأة فشلت وبنخسر كلى ولا رجع عليها. فهي دي المهمة بقى، إن أنا ما وصلش المرحلة إن أنا أضطر أخد مسكن يوميا وبعد كده هو الموضوع خلصان. لا، من بدري أبقى عارف إيه الموضوع. مين أشهر المفاصل اللي ممكن تتعرض لخشونة؟ هي اكتر حاجه الركبه، هي اكتر حاجه. انت حضرتك قلتها، هي اكتر حاجه الركبه. والله حلوه دي. ما اكتر نفسه لا تتعرض لخشونه الركبه. هي احنا دايما نسمع ان الخشونه تيجي في الركبه، لكن ممكن تيجي في اي مفصل ثاني، لكن هي الكومن او الاكثريه هي مفصل الركبه. لان مفصل الركبه دوت زي التركيب التشريحي، هو حموله الجسم كلها نازله على مفصل الركبه. زي ما حضرتك يعني تشرفت في الاول باسباب الخشونه، انا بحب ان انا احط هوت سبوت كده او احط هاي لاين او احط اوضح ان اكتر سبب الخشونه في مصر بالذات ثلاث حاجات. نمره واحد، الوزن الزياده، السمنه، ودي بقى ما هياش هزار وما هياش شكل جمالي وما هياش ان انا شكلي في المرايه حلو او ان انا لبسي اخباره ايه، لا ده انا بقى حاجه صحيه. ان انا بدل ما ان انا اعيش طول عمري ما بزورش دكاتره، ما بعملش عمليات جراحيه، لا ان انا عشان وزني زياده، عشان ان انا بحب الاكل بطريقه معينه بطريقه صحيه غير سليمه او خاطئه، مش بس القلب هو والاخر الحاجات بتحصل من السمنه، لا كمان انا عندي في العظام مفصل ركبه والعمود الفقري بيتاثروا تاثير مبالغ فيه، أبطو ان الكيلو الزياده ممكن ياثر ب 20 كيلو على مفصل الركبه. فطبعا ده كانك حاطط حمل على الغضاريف بسرعه فظيعه. يعني تحركت فضلت طبعا في اليوريك اسيد او الحمض البوليك او النقرس، طبعا ده سبب من الاسباب، لكن كمان في سبب بقى مهم جدا كمان، هو الاصابه بغضاريف الركبه والاصابه بالرباط الصليبي المهمله. ان انا عندي قطع في الغضروف، اصل بعض الناس قالوا لي خش جيم او قوي وما تعملش العملية. في حاجات معينة ما ينفعش فيها، أدام في قطع في غضروف في مكان معين في الغضروف ما ينفعش إن نسيبه، أدام في قطع في الرباط الصليبي ما ينفعش إن نسيبه. دي بيسمى secondary osseous rights، لأننا عندنا osseous rights أو خشونة في primary وفي secondary. في حاجة عند ربنا عامل وراثي والوزن والزيادة والسلم ونزوله، وفي secondary. السكندري بقى اللي هو إيه، حاجة أصيبت في الركبة زي غضروف اتقطع، رباط صليبي اتقطع، وأنا أهملته فحصل الخشونه دي. فدي يمكن اهم اسباب في مصر. بكرر تاني، السمنه وطلوع السلم ونزوله كتير، دول ده الكومن
كومنتس واي ان انا اوصل بركبتي السليمه الى ركبه عجوزه. النقطه الثانيه المراحل والاعراض. تمام حضرتك تمام. احنا بنقسمهم تقريبا بين 3 لاعراض لاربع مراحل. اول مرحله هي المرحله البسيطه اللي هي المرحله اللي بيحصل فيها شويه خشونه بسيطه كده. العيان بيقدر ان هو يمارس حياته الطبيعيه بس بسنه الم. ممكن البنادول او الباراستامول او يقضي على الموضوع. ولو انت ظهرت يمكن هو في فيديو هوب انا جبته ده حضرتك مفصل شاب صغير 25-30 سنه يلعب كوره بيعمل بدايه الخشونه اللي انت حضرتك شايفها دي كانك جبت شاكوش وضربت الغضاريف فيها فعملت كراك عملت شروخ فيه زائد ان بدايه زوايد عظميه. المرحله دي اهم طرق علاجها اللي هنتكلم عليها بعدين اللي هو حقن البلازما في المرحله الاولى دي نتائجه هايله جدا في المرحله الاولى. لكن المرحله الثانيه والثالثه اللي هي في حصل بقى قرحه في قلب المفصل نفسه زي ما شايف فيه قرح كتير قوي حصلت في الغضاريف ده البيست لي هي حقن الزيت وده هنتكلم عليها دلوقتي بعد اذنك يا دكتور ايمن. حقن الزيت بتدي يمكن الفيديو بيكمل اهوت مجرد حقن الزيت هي بتدي نوع من البروتكشن او الحمايه كانك بتغطي الغضاريف اهي ب حاجه لانها بتغير نشاط السينوفال ميمبرين او الغشاء السينوفي ان يفرز حاجه سليمه. اخر مرحله بقى ودي اقصى مرحله كويس زي ما انت شايف خلاص بقى الغضاريف اتاكلت تماما ما اعتقدش ان لو جاء مين حتى هيقدر يصلح هذا الكلام اكسبت ان انا اشيل الخشونه دي كلها اشيل السطح الخشن ده كله ومضطر اسفا لان انا ما عنديش غضاريف ان انا ادي حاجه عشان تنمو غضاريف ما فيش تكاثر هيحصل لان الغضاريف كلها اتاكلت. فدي حلها الوحيد ان اشيل السطح الخشن ده كله ويتحط مفصل صناعي للركبه والموضوع ما بقاش صعب دلوقتي. فدي الاعراض الى حد ما اللي هم بنسميهم 3 مراحل تقريبا اللي هي المايلد مودريت سيفير او بسيطه متوسطه شديده. طب عايزين نرجع على الاعراض يعني تمام. المرحله الاوليه اللي هي البسيطه حضرتك دكتور ايمن ده ايه العيان بيجي يقول لي والله انا لما بمشي مشوار كبير شويه في اخر مشوار بتعب لما بطلع الدور الثالث مثلا ولا حاجه بلاقي نفسي متقلق. اذا في نشاط ماشي عليه وبيحصل الم من ان لاخر على فترات متباعده. الالم مش مستمر الالم بيروح بباراستامول الالم ممكن دهان يضيعه ممكن شويه راحه تضيعه اذا ما لقاش الالم العنيف اللي هو بيخلي العيان المصري يجي للدكتور مع الاسف. يعني احنا عاده كدكاتره متخصصين ما بنشوفش المرحله دي قوي كتير ولما بنعرض الحل العيانين بيكشوا لان هو اساسا شكوته قليله ودي مشكله تانية لان هو جاي بيقول لي انا والله يعني شكوتي قليله انا باخد مسكن بسيط والموضوع بيخلص فمش عايز يدخل نفسه في بدأ. لكن هرجع واقول ان المرحله الاوليه حتى لو انت ما سمعتش كلام دكتور خالص وقللت وزنك وبطلت طلوع سلم ونزوله كتير اما هتثبت على المرحله دي اما انك ترجع هترجع لمرحله اللي قبليها اللي هي المرحله السليمه. لان الغضاريف الى حد ما الى الان ما بقتش غضاريف سيئه والغشاء السينوفي ما بقاش غشاء مريض فبالتالي ممكن ان هو يرجع لطبيعته لو انت قللت الحموله اللي هي متحمله على الغضاريف. دي مرحله بسيطه. المرحله المتوسطه بقى يا دكتور ايمن دي العيان بيجي في الام لا ممكن يبقى قاعد ويحصل الم ما بيقدرش يطلع كام سلمه على بعضها اما بيمشي مشوار قليل جدا بيتالم. هنرجع نقول برضو نفس القصه المرحله دي مهم جدا انقاص الوزن اللي هي العوامل الاساسيه في اي مرحله من المراحل الوزن والسلم بكررهم كل شويه. ثم هنا بقى بتلعب دور الحقن الكوندروتين صلفيت الحقن الزيت لانها حقن الزيت دي يعني بامان ربنا هي ايرا بقى لها يمكن في مصر يمكن حوالي 7-8 سنين لكن في اوروبا وانجلترا اكبر من استخدامها يمكن حوالي 10-15 سنه كان شغاله وفي المانيا نفس القصه. ما هيش اختراع مصري ما لهاش مضاعفات جانبيه عشان بس الناس ما تقلقش وما تخافش. الحقن انواع واشكال هي المشكله بقى في الافكت او التاثير بتاعها بيعتمد على الشركه المنتجه مين والحقنه دي جايه انتاج اوروبي ولا انتاج صيني ولا انتاج تايلاندي والى اخره. الحقنه دي خصائصها انها في بقى في مثلا حقنه بتاخد كل 6 أشهر كل سنه وفي حقن ثانيه بتاخد كل اسبوع على مدار 5 أسابيع. يعني انا ما بحبهاش على اساس ان انت بتشكشك العيان كل اسبوع ودي وبتعرض العيان يحصل عبد الله التهاب او انفكشن وكده. طريقه الحقن سهله جدا انك بتحقن بنج موضعي مكان الحقنه مفيش الم زي ما الناس متخيله هي حقنه كانها حقنه عضل
وبعدين بتحط الزيت بقى في قلب المفصل الركبه. الهدف ان انت بتغطي مفصل الركبه بالكامل، بتخلي الغشاء السينوفي بتاعك يفرز سائل كويس، سائل مش مريض زي الاول. الغشاء السينوفي ناس كتير ما تعرفوش، عايزين نوضحه. هو حضرتك الركبه نفسها داخليا متبطنه بغشاء معين، الغشاء ده بيفرز سائل سينوفي زي اللوبريكن زي الصابون، بيخلي الركبه سلسه في الحركه، مزلج بالظبط كده اللي هو بيفرز حاجه زلاليه. بعد فتره بقى في الخشونه الغشاء ده بينقلب على نفسه، يبتدي يفرز سائل مريض، يبتدي السائل نفسه مكوناته تبتدي تاكل في غضاريف الركبه. فوظيفه الحقن دي ان انا برجع الغشاء السينوفي ده ان يفرز سائل سليم ومش مريض، وبالتالي الغضاريف نفسها بتبتدي تعيد بنائها. ولذلك المريض اللي مش فاهم يقول لي مثلا انا هاخد حقنه هخرج مروح كويس، لا، ما انت لو خدت الحقنه وخرجت من باب العياده كويس يبقى انت، انا اسف اللفظ، ضحك عليك وتحقن كورتيزون، لان هو ده مش مسكن، ده مش مخدر، ده نتيجته بتظهر بعد شهرين ثلاثه، مش في ساعتها، لان هو ده معتمد ان انا الخلايا هتبتدي توريجينيت، تعاد بنائها تاني، ما هياش موضوع ان انا حقنت مخدر. وابلغ احيانا بنحقن مخدر لو كان عيان بيشتكي من الم شديد، بيشتكي من الم فعلا، بس المخدر ده 12 ساعه يعني مش قضيه، لكن عشان نقول ان الحقنه دي جابت نتيجه يبقى قدامنا فتره. بينصح بعد الحقنه مثلا يومين ثلاثه ان هو ما يزولش نشاط جامد، لو بيلعب مثلا كوره ولا بيلعب حاجه تنس لا نقلل، لو بيمشي مشوار كبير نقلل في اول 3 4 ايام. بعد كده الحقنه بتجيب نتيجه. الحقن بلازما بنستخدمها في المرحله ده كان سؤالي الأولي. بلازما يعني بدات تبقى منتشره يعني. بالظبط كده. هي الفكره بقى حضرتك ايه، ليه البلازما واخده سمعه سيئه في خشونه المفصل؟ هي يعني بيتقال هي ما عملتش التاثير. برافو عليك. لان هو فكره حضرتك انت بتحقن بلازما امتى بالظبط؟ يعني بلازما دي في الحالات المايلد، الحالات البسيطه او البسيطه المتوسطه هتجيب نتيجه هايله. الحالات المتوسطه الى شديده ملهاش اي نتيجه، مش تعمل حاجه. ولذلك انا حقنت بلازما يعني حاله زي ما شفناها في الاخر خالص، حاله منتهيه، هحقن بلازما تعمل ايه؟ وبعدين حقن البلازما يعني حاجه ما هياش تكنيكال عنيفه، يعني اي اخصائي هيعملها. حضرتك زي ما انت شايف كده اتسحب الدم 20 سم دم ولا حاجه من العيان نفسه عن طريق كانيولا، كلام اكني باخد حقنه وريد، بعد كده بحطها في سنترفيوج، بحطها في جهاز معين. اهم حاجه هنا النظافه في التعامل، ان لازم يكون الكلام ده كله تحت تعقيم عنيف، لان انا طبعا اي انتقال لالتهاب في الركبه دي مصيبه. فبيحط ده كلوز كافيتي، مغلقه بالظبط كده. انا خدت الدم حقنته في الجهاز ده، الجهاز ده هيبتدي ان هو سنترفيوج يدور بسرعه معينه فيفصل لي خلايا الدم. هو الفكره كلها ان هو كان الناس مش فاهمه الصفائح الدمويه، احنا يعني كبشر يعني مش فاهمين الصفائح الدمويه ان ليها اي لازمه غير انها بتجلط الدم. العلم دلوقتي اثبت ان الصفائح الدمويه دي ليها، سبحان الله، يعني ان ربنا حاططها ليها وظائف كتيره جدا، من ضمنها انها بتعيد بناء الخلايا تاني، وبصنع بقى في الشعر، وبصنع في التجميل، وبصنع في حالات البسيطه الى متوسطه وكرر تاني في خشونه ركبه. مش كل حالات خشونه ركبه ينفع معها بلازما. اتفصلت البلازما هنا اهو، هناخد البليتلت اللي فيها، الصفائح الدمويه اللي فيها، بنعرف احنا مكان الصفائح الدمويه في الفص دوت، وبنسحبهم، وبعد السحب بنبتدي نديها في مفصل ركبه، حقنه في مفصل ركبه. نفس الدم ده بتاع العيان نفسه خدنا جزء منه اللي هو الصفائح الدمويه وهنحقنه في مفصل ركبه. طب ده يعمل ايه بقى؟ ده بيعيد بناء الخلايا المريضه في مفصل ركبه، وبالتالي بينقلني من المرحله المتوسطه لمرحله بسيطه. لو هو بسيطه بنقلها الى الطبيعي. ممكن اكرر المحاوله، بس هو في خطا بقى احيانا بعض المرضى بيعملوه، انه ياخد مسكنات بعد حقن البلازما. ودي كارثه بقى. ليه بقى حضرتك؟ المسكنات دي كلها يعني بتعمل كروس على الفانكشن بتاع البليتلت، انتي بليتلت بس بالظبط، وقفلك عامل مضاده للصفائح، بتعمل يعني كان انا بدي له حاجه وبدي له حاجه ضدها، بس بالظبط كده. فالعيان يروح واخد حقنه مسكن مضاد للالتهابات ومسكن، يوقف لي نشاط الحقنه اللي هو خدها. يبقى انا كده، طب انت يعني ما جابش، طب ما لازم اجيبش نتيجه، ما الموضوع دي حقنه مخدر اهوت. بعض العيان لانه انا كان بيشتكي فاتحقن له حقنه مخدر، وبعد كده حقنت له الايه البلازما. الموضوع بسيط وهايف، مش يعني اي حد ده، مش محتاج
واو استشاري فظيع اني حينه، لكن امتى وفين يتعمل هذا الكلام؟ لازم في عياده يكون الهايجين بتاعها او الصحه بتاعتها او النظافه الشخصيه او نظافه المكان والتعقيم هايل عشان ما يحصلش مشكله داخل جوه الركبه. والحاجه الثانيه اختيار العيان، انهي عيان اما اديله بلازما ده هيجيب نتيجه معاه كويس. الجزء بقى المهم اللي احنا جايين عليه ده جزء مهم جدا، اللي هو قرار ان امتى اعمل مفصل صناعي. تمام، تغيير مفصل بالظبط، وانواع المفاصل الصناعيه بالظبط كده. هي نفس الفكره حضرتك، امتى حقن بلازما وامتى حقن زيت او كوندروتين سلفيت وامتى اعمل مفصل. ده قرار الجراح، وده بيعتمد اساسا على اشعه عاديه خالص والعين واقف. الرنين ملوش لازمه، الرنين ده معمول عشان خاطر الانسجه الرخوه، قطع في البط صليبي، قطع في غضروف، لكن انا ما بطلبش اشعه رنين فوق ال 50 او 55 سنه، لان خلاص انا بشخص خشونه باشعه عاديه فيلم عادي خالص بس العين واقف، لان هو ادي عظمه وادي عظمه بينهم غضروف. تمام، الغضروف ده لو انت نايم كده حرك وصورته هو هيبان زي ما هو كويس، متاكل بقى فاضي مفيش حاجه، لكن انا لو وقفت العيان والغضروف ده كويس اوكي متاكل شويه هيبقى كده الاشعه، متاكل خالص تبقى الاشعه كده. فاذا درجات الخشونه بتبان جدا في الاشعه ستاندنج اللي هو واقف العيان واقف. امتى نلجأ يعني قرار المرحله الاخيره بقى حضرتك اللي هو ايه؟ العيان مش قادر، اللي هو باللفظ الانجليش موجود في الكتب تشينج هيز لايف ستايل، اللي هو وده بيختلف من بلد لبلد على فكره يعني. يعني ممكن عيان هنا اطلع الاشعه كده واقول لا ده مش محتاج رنين، ده مش محتاج قصدي مفصل صناعي، بس انا ما بعالجش اشعه، انا بعالج بني ادم. يعني كانت مفاجاه ليا في اول فتره ليا في انجلترا ان عيان انا شايف الاشعه بتاعته مودريت سفير اللي هي متوسطه لشديده وداخل يعمل مفصل صناعي، فبسال الكونسلتنت ساعتها بقول له هو في ايه؟ طب ده يعني ده مرحله متوسطه لشديده مش شديده، بس هو حياته متاثره. هو العيان قال لي اسال العيان، فسالت العيان قال لي انا مش قادر العب سكواش حياته كلها دي، فخلاص هو البديل هيقعد في بيت. فمصر مختلفة شوية بقى، مصر الدنيا مختلفة شوية، أنا ما بعملش عملية إلا لما ما أقدرش أتحرك من السرير. أنا بقول نزحزح الدنيا شوية كويس، ليه بقى؟ لأن أنت لو جيت لي وأنت قاعد على كرسي مش هتعرف تقف تاني. يعني إيه؟ يعني وبعدين أنا بقول رأيي الشخصي يعني إن قرار عملية تغيير مفصل مرتبطة بكمية المسكنات ساعتها بتاخدها. لو أنت الأشعة بتاعتك بتقول إن أنا عندي مفصل زي ما اتفقنا كده وشفناها مفصل فيه خشونة عالية، والعيان ده يوميا لازم ياخد مسكن في اليوم، ستوب، لأنك أنت بتقتل نفسك. لأن حضرتك الـ 70% من المرضى الفشل الكلوي سببهم أدوية جراحة لازم. ده مفصل الصناعي بعد ما بيركب، ما هيش عملية بقت واو يعني، مع عملية بنتعمل في كل حتة وفي أي مكان والدنيا سلسة. نجاح العملية مرتبطة بثلاث حاجات، مرتبطة بنوع المفصل، مرتبطة بالجراح القائم بالعملية، مرتبطة بالمكان اللي اتعمل عملية. بمعنى ايه؟ مفصل انتاج امريكي او الماني، جراح كويس جيد. دول الاماكن بتاعت الانتاج العالية. ليه انا عايز في الاخر مفصل كويس. جراح نقدر نقول جيد لممتاز، ثم مستشفى اهم حاجه فيها اوضه العمليات. لان انا مش مشكله قوي الورد او الاوض تكون معموله 7 ستار، لكن اوضه العمليات اكبر، هي الهايجين او التعقيم. تمام، الثلاثه دول سر النجاح اي مفصل صناعي. طيب هو السؤال ليه المفاصل، ما تسالش حد في مصر لما يكون مرعوب جدا من المفصل ده، مثلا المفصل قبل وبعد الخشونه اتشالت كلها وتركب مفصل. في سؤال كتير قوي من العيانين، اول ما بقول للعيان مفصل بتلاقي العيان بقى بانيك، بقى مرعوب، اصل مش عارف مرات اخويا عملت مفصل وقعدت ما اتحركتش بعدها والقصه دي. كل ده المفصل واشكال. هو في بيندرج تحت الكلام ده ثلاث حاجات، هو ده يمكن من ضمن طبيعتنا كمصريين. بمعنى حضرتك ايه؟ هو السؤال، هو ما فيش حد من الاناث
اللي متزوجات ربنا رزقهم بالخير فلما دخل خلف. مظبوط. لو سالت اي انثى انت اخبار الخلفه ايه واخبار الولاده كانت عامله ازاي، مفيش انثى في الدنيا هتقول لك ان انا الدنيا كانت سهله وسلسه. بيقولوا كلام انا قعدت يومين وكنت هموت والولاد هيموت والدكتور كان هيموت والممرضه كانت هتموت والمستشفى كانت هتموت. يعني لازم الايه وتولد تاني. لا عادي. بس هو لازم يحرك ايه نوع بقى سسبنس. منها عشان العين ونوع انها سسبنس وكده. فبالتالي مفيش حد بيعمل مفصل الا لما نفس القصه نفس الاتيون. الجزء الثاني تمالي العيان المصري، ودي برضو اللي احنا منهم، يعني اما بيعمل مفصل والدنيا حلوه تلاقيه يسكت خالص خالص. عمر ما هيجي العيان يقول له لا شوف انا عملت مفصل وبص عليا وركبتي حلوه، استحاله. لكن تمالي لو في مشكله ولو صغيره تبتدي تظهر على السطح طبعا. ويبتدي بقى في اي تجمعات انا كان عملت كذا وكذا وكذا. هو السؤال اي منتج رديء بينقرض مع الوقت. يعني حضرتك لما نعرف ان امريكا 2 مليون مفصل في السنه بيركبوا، تمام، 2 مليون مفصل في السنه بيركبوا، ما هياش حاجه بقى قليله. لما نعرف ان احنا عندنا مستشفياتنا كلها بالكامل كل اسبوع على الاقل في اي مستشفى بيركب مفصل، فيبقى اذا الموضوع ما هياش سلعه رديئه او ما هياش منتج رديء. لازم من ضمن الـ 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 الكميه الكبيره دي لازم يحصل شويه مضاعفات، لان الجراح اللي ملوش مضاعفات ما يبقاش جراح، ما اشتغلش. فالمضاعفات دي متداركه ولا لا؟ بس هذا هو السؤال. طب كم بقى حاله من دول لم يتداركوا؟ فاهم حاجه ازاي قصدي؟ فهي برضو هرجع واقول تاني حضرتك معتمده على الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم. يعني كون ان ربنا ستر مع الواحد زي حالاتي ان ربنا ما حصلش مضاعفات، ده كرم ربنا، مش هقول لك بقى دي شطاره والى اخره، ده كرم ربنا سبحانه وتعالى. لكن المضاعفات موجوده في الكتب، ما حدش يقدر يقول ان انا اللي يمكن يحصل معايا مضاعفات، لان كده يبقى هو فاهم الموضوع غلط. يعني ايه اشهر المفاصل الموجوده دلوقتي يعني من ناحيه بقى التقنيه نفسها؟ التقنيه هي طبعا الامريكي، طبعا هو الطب بتاع اللي موجود، وتركيبه ما بقاش صعب. والعمليه بتاخد حوالي ساعه ساعه وربع مش اكتر في اوضه العمليات. العيان بيقف ثاني يوم، ودي برضو معلومه مع الاسف الشديد عيني كتير ما عرفوهاش. العيانين بيقفوا ثاني يوم على رجليهم، تري يتحرك بمشايه اسبوع ويرمي مشايه ويمسك عكازين، بعد كده اسبوع ثاني يرمي العكاز. ممكن في عيانين اللي عندهم اراده بتلاقيه بعد 3 4 ايام يمشي غير عكاز. ده عيان طبعا عنده خشونه في المفصلين، يعني المفصلين عنده ضايعين، وزي ما انت شايف في ركبه منهم ضايعه خالص، ركبه اليمين متنيه حتى. كويس. وبعد العمليه هو يعني على طول اتعملت العمليه والناحيتين اتعملوا والرجل اتعدلت والجرح اول ما شاء الله زي الفل ومفيش مشكله. يعني ما بقتش التقنيه طبيعي جدا. في ناس كتير فاكره ان انا لما تركب مفصل هتبقى شكلها شكل الانسان الالي. بيمشي ويتحرك ويروح ويجي ويطلع سلم وينزل سلم والى اخره. طبيعي جدا. مش مثلا يعني هو المفصل هيزمر في لا 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 عايز حضرتك تزمر ممكن اركب له زماره. لا انا قصدي حاجات الابواب بتاعت لا 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 قصدي حضرتك لا اصل السؤال انا سالته فعلا، فانا قلت العيان ده قلت له والله لو عايز زمر ممكن اركب لك زماره ساعتها. ده موضوع في ايدينا يعني. انت كالعاده بتسعدني جدا، حوارك معي شديد الامتاع مع قمه علميه كبيره واسم كبير في عالم جراحات العظام، وايضا طبعا مشاكل المفاصل. طبعا ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور رضا الهميمي استشاري جراحات العظام وعظام الاطفال والرباط الصليبي ونظير الركب وزميل زماله كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وزماله كليه الجراحين الملكيه بايرلندا، الاسم الكبير في هذا المجال، نورني فيه الناس الحلوه وامتعنا اكيد. خليكم دايما مع الناس الحلوه.